من الله وفضل
ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي Thank you.
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى
لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا
والله على كل شيء
في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل